للحديث عن الكوارث التي تضرب العراق وسلسلة الحرائق والانهيارات نتيجة مخالفة رخص البناء أيضا وإجراءات الأمن والسلامة، معنا من بغداد الكاتب والأكاديمي العراقي سيد عادل الجبوري. سيد عادل، بداية مرحبا بك. ترى ما هي الإجراءات الأمنية والوقائية التي لم تتخذها الحكومة لمنع وقوع وتكرار الحرائق؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. أهلا بك. اليوم احنا بعد كل عملية قتل لشبابنا ونسائنا لم رجلنا ونعزو الفشل إلى الفساد الإداري. الفساد الإداري هو نعم هو صحيح، قبل 2003 كان ما حد يقدر يبني عمارة مساحتها 250 اذا ما يروح الى الدفاع المدني ينطوه يردوه من عنده ملجا وبمخرج طوارئ ويشوفون كل الموجود في هذه العماره ويتابعوها ومن يخلصها قبل ما ياجرها يطلعون عليه في شيء. لكن اليوم البناء في بغداد بعد 2003 صار بدون اجازه يدفع، وهذا الشيء خاصه رئيس الوزراء في مؤتمر مع امانه بغداد يروح من الصباح ابو البلديه يقبض من صاحب البيت وماكو اجازه. يسوون اعداد للاجازات او للدور السكنيه اللي تم بنائها لا يلقون 90% بدون اجازه، وهذا اللي بيصير انه الدور اكثرها بتسقط بسبب البناء السيء وبسبب عدم وجود الاسس العلميه للبناء. اليوم احنا مو بس عمليه القاعات، يعني هسه يلا عرفت الدفاع المدني 7000 قاعه او 7000 منشأ هو مخالف. اليوم مدارس للاطفال اهليه، مدارس اهليه للاطفال مبنيه من السندويش بنر، يعني باكر اذا احترقت هذه وماتوا الاطفال. هذه المدارس لا زالت قائمه، هذه المدارس لا زالت قائمه، يا ترى هل تتوقع ان تشكل لجان في مدينه الشعب وفي مناطق اخرى البحث فيها في خطوره هذا الامر؟ نشوف انه احنا نعم هو موجودة حتى مستشفيات لحد الآن بالسندويش بنر، لكن نشوف الدفاع المدني مدى يمارس دوره بسبب عدم إمكانيته الفنية. يعني السيد اللواء كاظم مدير الدفاع المدني يطلع يوميا علينا، لكن الوضع ماله انه يقول ما عندي سيارات، يقول ما عندي أجهزة، طفينا الحريق. هذا عمارة بالوزيرية اللي ماتوا بيها وماعوا الناس فيها جوا، ظلت 4 أيام تحترق، ما قدروا يطفوها بسبب عجزهم. ليش؟ لانه السيارات والاليات هي متخلفه وما بها السلم العالي اللي يصعدون عليها، يعني هو اعترف انه ما عنده السياره اللي بها سلم عالي. ليش هاي الفلوس وين؟ يعني سلسله حرائق استاذ عادل، سلسلة حرائق نعم. تجاوزت 100 ألف حريق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في 3 سنوات هذا الرقم مهول. نعم. يعني هل يمكن فقط نقول يعني تقصير من الحكومة في توفير الأمان والسلامة للمواطنين؟ يعني ألا تعتقد أن هذا الأمر متعمد؟ يعني ألا ترى أن يعني هذا لا يمكن تسميته بتقصير؟ يعني الكثير من العراقيين سموه إنه تعمد لحرق المواطنين، تعمد لإنهيار المباني، وليس الأمر متعلق بالفساد فقط، يعني هناك تعمد بالقتل. يعني في بعض الأحيان أكو تعمد من خلال المنافسة التجارية بين الميليشيات وبين التجار، يحرقوا له العمارة أو يحرقوا له المنتج ماله، وهذا ما شفناه في المسبح من لقى واحد بالكاميرات انه دخل حرق وطلع، يعني هذا لما الكاميرات تقشع. لكن اكو في بعض الاحيان الكثيره هي فشل الدوله في تامين السيارات بمكافحه الحريق. الدوله مسؤوله عن توفير سيارات حديثه وسلالم حديثه وتاهل ناس شباب اليوم اللي يطلع من الدفاع المدني كبار السن على التقاعد ما يريد تعويضهم، والدفاع المدني يحتاج الى شباب. يعني مدير الدفاع المدني يقول انا عندي من العناصر في كل العراق اقل من 14,000 منتسم، وهذا العدد ما يكفي اليوم. اقل طبعا هذا العدد ما يكفي لانه 100,000 حريق كيف يعني
شلون راح يلحقون على هذا العدد الهائل من الحرائق 14,000 من الدفاع المدني؟ نعم ما يلحقون لانه الدوله بدات تلقى عينات للشباب حتى عينوهم يعني على بصفه شرطي اطفاء. طيب من باب اولى الان ان يلتفتون الى امر خطير، يعني بدلا من جوله السوداني لتفقد المحروقين جرح الحريق في الحمدانيه، هناك امر اولى واهم، هناك يعني هناك مستشفيات ايضا تحوي هذه السقوف من السندويش بانل، هناك مدارس للاطفال، هناك مدارس للاطفال قائمه، هل سيتم هدمها؟ هل سيتم ازالتها ام تبقى كما هي وبالتالي تبقى هذه الحرائق؟ ازالتها فورا وغلقها، وهذا ما صار انه لقوا بالمستشفى بالموصل من السندويش بانل هسه يلا غلقوها للمستشفى. وين كنتوا قبل؟ يعني بعد خراب البصره وين كنتوا قبل؟ اليوم انا اقول لك اكو مدارس لاطفال اهليه، والمشكله انه اهليه يعني تتقاضى اجور من الطلبه. زين هذا باكر لو تحترق، وهذول الطلبه صغار عمرهم كلهم 7 سنوات 8 سنوات ويقتلون كلهم بالحال من جراء الحريق، ايش حنقول؟ زين سكتوا اجازه لفلان ولفلان، يعني هي المشكله الاحزاب والميليشيات تتحكم في الاجازات، والموظف اللي اذا يطلع كشف لو يكون مرتشي لو يكون خائف. انت ثبت نواقص هذه المدرسه وخلي وين ما يروح هذا يروح ياخذ موافقه من الوزير ياخذ موافقه، المهم انت يا موظف اللي تطلع كشف انطي الراي الصحيح، لان هذا انت امام الله محاسب. كان الله اليوم احنا لازم نوقف ونرفض هذه الحالات اللي تصير عندنا. يعني المفروض اليوم الدفاع المدني والمواطنين مسؤولين عن اخبار الدفاع المدني عن كل المدارس الاهليه اللي سندويش بانل وتمنع دخول اطفالها، والمستشفيات يجب ان تخبر عنها وان تغلق، ومر المستشفيات بالشكل هذا اللي احنا مثل ما صارت في الحمدانيه فوق ال 200 مثل مسجله الموت. شكرا جزيلا، رحم الله ضحايا الحرائق من العراقيين وكان الله بعون العراقيين. شكرا جزيلا من بغداد الكاتب والاكاديمي العراقي السيد عادل الجبوري.